فواحد هيجي يقول لي الله، طب ربنا ليه هيدخلنا الجنه ويدخلنا النار واحنا ذنبنا ايه؟ انا ذنبي ايه؟ انا ربنا يعلم ان رامي فريد ده هيكون من اهل النار والعياذ بالله، ربنا يعلم ان رامي فريد ده هيكون ان شاء الله من اهل الجنه باذن الله. طب انا ذنبي ايه بقى؟ انا كرامي فريد بقى انا ذنبي ايه؟ ايوه خد بالك، حته خطيره دي متعلقه بالايمان بالقدر، هي مش منطقتها دلوقتي لان ده متعلق بباب كبير المفرد له بقى معتقد اهل السنه في الايمان بالقدر، بس معلش مش هينفع اعديها. الله سبحانه وتعالى يا شباب لا يحاسبنا على علمه الازلي في اللوح المحفوظ، يعني انت ربنا مش هيحاسبك على علم، امال هيحاسبك عليه؟ هيحاسبك على عملك. يبقى انت الذي زنيت، انت الذي صليت، انت الذي قمت الليل، انت الذي انتهكت الحرمات، فانت الذي انتهكت محارم الله، انت الذي ارتشيت، كل ده وفق مشيئه الله، وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين. يبقى افعلنا وفق مشيئه الله صحيح، وانا علمت ان لي رب هادي فدعوت الهادي بايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. فربنا سبحانه وتعالى يهدينا جميعا ليه؟ بالصراط المستقيم. فانا لن احاسب على ايه؟ على علم الله. امال لو حاسب على ايه؟ على فعلي. لما نيجي للراقصه ولا نيجي للحرامي ونقول له يا اخي ما تبطل سرقه، يقول له والله لو ربنا قدر ان انا ابطل سرقه هبطل. كلام حق يرد به باطل. ليه؟ لانه بيحتج بعلم الله الازلي في اللوح المحفوظ وهو لا يعلمه، يعني هو بيحتج بعلم لا يعلمه. طب انت تعلم ان الله سبحانه وتعالى كاتب لك حسن خاتمه او سوء خاتمه؟ لا لا اعلم. ما بتحتج بايه؟ ما تشتغل بقى. طب ما تتوب، ما تستغفر. يبقى الله سبحانه وتعالى لا يحاسب العباد على ايه؟ على علمه، انما يحاسبنا على ايه؟ على افعالنا. ده واحد. اثنين، افعالنا وفق مشيئه الله. ثلاثة، الله سبحانه وتعالى لا يحاسب العباد ولا يعذبهم الا اذا ارسل الرسل والرسالات اليهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا يجوز ابدا للراقصة والحرامي واللي اللي بيسرق واللي عمال يقع في المحرمات او ما بيصليش يحتج بقدر الله. ليه؟ لانه لا يعلم، لا يعلم، وهو علمه قاصر جاهل، لا يعلم ما مكتوب له في اللوح المحفوظ.